فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. خليهم يسمونا مرجع، ما لنا شغل، ما علينا منهم. التربية هي تعليم الناس دين الله عز وجل. القائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين شرطان لقبول العمل. وأما التصفية فهي تحذيرهم مما يضاد هذا الدين، يضاد كمال، يضاده بالكلية أو يضاد كماله. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن من أوله إلى آخره على هذا، والسنة كلها على هذا، وعمل أهل السنة، عمل الأئمة من الصحابة فمن بعدهم على هذا، يربون ويصفون. فالذي يمسك جانب التربية يضيع عليه جانب التصفية، فينشأ أقوام لا يفقهون، يدخل عليهم، يلبس عليهم. والذي يمسك جانب التصفية ويهمل جانب التربية أيضا يهمل جانب الإخلاص والاتباع. فلا بد من هذا وهذا، هذا هو الداعية إلى الله على بصيرة. نعم.